أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. بسيبسي وضمونا عبد الله هذا الموسم ما خدامش لينا. بغيت اسمعي هذا الموسم ما خدامش لينا من نهار الجمعة من فرق هذا الموسم يرحمك والدي دور على مولا عبد الله وصوري شوف ايش كيطرى لينا دوري 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 ماشي دابا كيف والو مغطين كارثه الزبل كنت كنرفصو بزاف من حنايا بعدا ساكت على كاس الزبل شحال من حاجه وحنا مستافدين والو من 10 ميلاد ديالاش ديال درجة في الصفر بزاف ديال الجماعه حنا كنديرو في رزقنا قالك شي كيف والو دابا حنايا كيجيبوا لنا التغطيه ديال الموسم بحال هكا غير كي لا هو بيبل اما الشيء الاخر كيضربوا في كروشه. اما بالنسبه لك تقول 17 مليار ديال الجماعه، اولا الميزانيه ديال الجماعه ماشي 17 مليار، الميزانيه ديال الجماعه 9 مليار ونص كتمشي منها النص في التسيير بين الموظفين وسميتو والنظافه والكاربيرون والاوراق والمهم النص واحد 4 مليار ونص كتمشي لها التسيير وما تبقى. لقينا بان كانت واحد الكريدي كنطلبوا المجلس السابق اللي هو دير واحد القيمه ديال 27 مليار باش درنا الطرقان وباش صوبنا المارشال كرو وباش صوبنا هادشي. اذا كتمشي في تقريبا حتى واحد 3 مليار ونص. اذا الميزانيه ديال جماعه مولى عبد الله باش يعرفوها الناس كنقولها ديما وكنعاود نقولها راه هي 600 مليون 600 مليون راه يمكن لك دير ثلاث طريق. الحمد لله ان عندنا بعض المصالح وعندنا بعد لي كونفونسيون اللي كنسينيهم بحال مثلا مع سياسه المدينه السكنه والتعمير اللي عطاتنا 11 مليار مع المجلس الاقليمي كمل هنا من هذا المنبر كنبغي نشكر السيد رئيس المجلس الاقليمي اللي هذه السنه هذه غادي خصنا واحد 4 مليار لان عطينا واحد المليار وشي حاجه ديال الطريق الدوبل فوا غادي يدير الاضاءه وغادي يعطينا ما بين سيدي بوزيد ومولا عبد الله باش نكملوا لا ليزون. طلبنا واحد الدعم من وزاره الداخليه توا تقريبا ديال واحد 18 مليار باش نكملوا الطرقان. اذا مولاي عبد الله باش نقولها ونكون واقع ولات عايشه غير بلي سوبونسيون الميزانيه ديالها راه ما تصوب بها حتى الطريق. هادشي الضو اللي مضوي كامل مولاي عبد الله اللي كيخلصوا هادشي كامل. دابا ملي كتجي الشهر كتجيك مليون مليون ونص ديالاش ما عرفنا ديالاش هادشي كامل كتخلصوا حنايا ما عرفناش هادشي علاش كيجي. دابا كاين الناس وراه ديال الماء دابا شفتي تصوري دايزين غير دايزين هاد الخاوي ولكن ما كانوا كنخلصوا حنا وهاد الدور كتشوف فيه دابا شاعل شاد الدور كامل شاعل دابا كانوا كنخلصوا حنا ملي تفوت الموسم ملي كيفوت الموسم كنولوا ظلمه 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 شنو ظلمه ظلمه صالح حنا مكرفسين حنا مكرفسين بزاف. كنظموا المهرجان الماء والضوء ديال هاد لي كونتور كلهم ديال الخياله راه الجماعه اللي كنسناو دي كونترا وكل كونترا كيجيب الكونتور ديالها وكنحطوا لي كونتور على كل خزانه ديال مالي الخياله كنحطوا دي كونتور لا ديال الماء ولا ديال الضوء والجماعه كتخلص. المسؤولين ديال مولاي عبد الله كاملين بصفه عامه خلاو في المواطنين ديال مولاي عبد الله اولا ما خدامين ما ردامين ما والو الشومو كيشومو مكرفسين واحد الكرفيسه ما نصورش عليك هادشي تعاودوا تصوروا ملي تفرجك الموسم ملي تفرجك الموسم صوروا هادشي كامل بقى الزمن دبان روينه ما كاينش ملي توياج والو ما كاينش ميناج مكرفسين كاين جلاك وصيفي الشباب هنا مكرفس ما خدام ما والو راك يريح كيخدموا في البحر يخدموا 15 يوم في البحر وكيريحوا الزمن مكرفسين المواطنين ديال مولاي عبد الله الناس ديال مولاي عبد الله ما عاطيهم قيمه ما والو دابا كيعطيهم دايرين واحد شويه ومن يتفرجك الموسم ما كاين والو عام رايحين عندهم اجازه عندهم ديبلومات خدام صناعيه حريفيه وعام رايحين ما خدامين ما والو. كان هادشي كان في واحد الزمان وفي واحد المكان كانت اغلى جماعه. انا كنقول لك رسميا وهادشي باوراق رسميه بان جامعه مولاي عبد الله الان كتعيش واحد الضائقه ماليه لان بحكم جامعه مولاي عبد الله عدد الهائل ديال الدواوير اللي فيها راه كاينه واحد تقريبا واحد 75 دوار بحكم المراكز الكبيره اللي فيها اللي هو مركز سيدي بوزيد مولاي عبد الله ومركز الفرح وبحكم ان كنديروا اعاده الهيكله ديال الدواوير بحكم التجهيزات اللي ناقصه فيها. انا كنقول لكم من هذا المنبر بان جامعه مولاي عبد الله كتعيش واحد ضائقه ماليه كبيره وكبيره بزاف.